السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا في الحلقه الثانيه، نشوف الكانتي ديال نهار السبت 9 جونفي 2021 من هذا الارينيو اللي كاينه في سنتيب ديال الافريكا الروسا، 16 عام المسافه ديال 2100 متر، ملعوبه في لاكورت دروات، ملعوبه في لاكورت كوش وخوش عفوا. الديبار ديالها مع 3 وربع. نذكر الاخوان بلي كاين حكينا على الحلقه قبل من هذه، غادي تلقاونا في الفيديو، دخل اناليز فيها راه عطانا فيها ميت شاف. المهم غير ما تنساوش تدعمونا وخوش باللايك ديالكم وشكرا لكم بزاف. المهم بالنسبه للاخوه اللي اول مره غادي يشوفوا الطابلو هذا، الطابلو هذا خدينا فيه العوده اللي مشاركين من 1 ل 16، انا خدينا احسن 10 العودان على حساب احسن ريكورد ديالهم في الديستونس وفي الباركور ديال فانسل، وخدينا احسن درايفرات على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي، خدينا احسن 10 لي زونترينور على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي. يلا دابا الخوت وغندوزو كل عود نشوفوا شنو عنده. يلا باش ما نطول عليكم بزاف، العود الاولاني راه ما عنده والو كما تشوفوا، ما عندو لا ديستونس لا درايفر لا باركور لا اونترينور. العود الثاني عندو سابع، عندو درايفر من كلاسي سابع وعندو لونترينور من كلاسي دوزيام. ثلاثة عندو تاسع احسن توقيت في الديستونس وفي الباركور. بالمناسبة خوت هادو راه نفس الارقام لحقاش احسن توقيت اللي عند الخيالة اللي في الديستونس راه هو نيت اللي في الباركور، داكشي علاش. الرابع عنده ثاني احسن توقيت في الديستونس وثاني احسن توقيت في الباركور، وعنده درايفر كلاسي 8 وعنده لونترينور كلاسي 3. الخمسه عنده خامس احسن توقيت في الباركور وفي الديستونس وعنده لونترينور كلاسي 7 كلاسي 6. سته عنده ثامن احسن توقيت في الباركور والديستونس وعنده درايفر كلاسي 3. سبعة عنده درايفر بلاسي كاتري. ثمانية عنده أحسن توقيت في الباركور وفي الديستونس وعنده درايفر بلاسي دوزيام وعنده لونترينور بلاسي برومي على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي. تسعود ما عنده والو لا درايفر لا باركور لا ديستونس لا والو، يقدر أخرج من كلاسي ولكن كلاسي من العشرة للفوق، فهمتي. أنا إلا باليكم كاع ندير أكثر من هاد العودة نديرهم، غير ما خلى ليا الكومونتيرات الخوي باش نعرف اشنو بغيتو. يلا بلا ما نطول عليكم نمشيو ندوزو العشرة. العشرة عندو 10 احسن توقيت في الباركور و الديستونس و الدرايفر مكلاسي 9 و لونترينور مكلاسي 8. الحداش عندو رابع احسن توقيت في الديستونس و رابع احسن توقيت في الباركور. الاثناش عنده خامس سادس احسن توقيت في الديستونس وفي الباركور وعنده درايفر كلاسي 6 وعنده لونترينور كلاسي 6. ما 13 هذا الخوش كما تشوفوا راه عنده كلشي، كلاسي 6 في الباركور الديستونس والدرايفر ولونترينور. يلا 13 عندو ثالث احسن توقيت في الباركور وثالث احسن توقيت في الديستونس وعندو الدرايفر كلاسي برومي وعندو لونترينور كلاسي 5 على حساب الرباحات في الكانتي. 14 عندو رابع احسن توقيت في عندو عندو لونترينور كلاسي 4. 15 عندو درايفر كلاسي 10 وعندو لونترينور كلاسي حتى هو 10. العود الاخراني رقم 16 عنده احسن سابع توقيت في الديستونس والباركور وعنده درايفر كلاسي 5 وعنده لونترينور كلاسي 9. كما تشوفوا الخوت احنا اناليزينا هادشي هذا، وحاولت تقرب لكم المسائل بزاف باش تشد بروغرام حتى لا شتي شي عاود تعرف بعدا شنو عنده، واش من 10 الاولين مشى من 10 الاولين. وسمحوا لي بزاف لا طولت عليكم بزاف، غير ما تنساوش تدعموا الحلقه بلي لايك غير طلع شويه المشاهده. شكرا لكم بزاف الخوت، يلا الله يعاونكم ربي يعاون حد ساعد الجميع في انتظار الحلقات الثالثه والرابعه. يلا الله يعاون، بسلامه.